بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. مكملين حلقات الصدمات، يعني ازاي نتعافى من اي صدمه. بقالنا فتره بنتعرض لفكره الصدمه، والصدمه بتعمل ايه جوانا. يعني الصدمه دي لما تاخدي صدمه في اي حد، في نتيجه اي حادثه، نتيجه اي حاجه، بتعمل ايه جواكي، بتوصلك لانهي مرحله. وبالتالي احنا عرفنا بالظبط انه احنا يعني قد ايه الاطفال او الكبار بيتعبوا سنين بعد فكره الصدمه دي. طيب ازاي نتعافى منها؟ النهارده هنفرد الحلقه كلها حتى لو انت او انت او ولادك او كده ما راحوش طيب لطبيب، ولو انه مهم ان احنا نروح لحد تعديل سلوك او طبيب نفسي او كده عشان يخرجنا من بره الدايره بتاعت الصدمه اللي احنا دخلنا فيها. طب لو ما رحناش، هل نقدر نتعافى ذاتيا جوانا كده؟ نقدر نعمل شويه حاجات او نساعد بيها نفسنا؟ خلونا نسال مروه الصعيدي. ازيك يا مروه؟ ازيك يا دعاء، عامله ايه؟ اول حاجه طبعا يعني انا لو انا مدرك ان اللي بيحصل لي دوت او الخلل النفسي اللي عندي، الارتباط الشرطي اللي حصل لي، ان كل ده نتيجه صدمه، هقدر افهم ده، يبقى عندي وعي ان انا عارف ان ده نتيجه صدمه، ابتدي اتعامل معاها واحده واحده. يعني مثلا هنلاقي الطفل اللي خد صدمه وهو صغير، في ناس لما بتكبر يا دعاء تلاقيها بتعتذر كتير جدا، او عايز يبقى شاطر وبرفكت في كل حاجه، او متجنب جدا وما بيتكلمش مع حد وبيخاف يقول رايه. فده لما بيزيد عن حده بنقول عليه اضطراب بيعطل حياتك. فطيب انا مدرك ان انا بعتذر كتير جدا عن اي حاجه بعملها، فده معناه ان انا كنت بتعرض لعقاب طول الوقت. فالعقاب ده عمل لي صدمه، انا مش عايز حد تاني يأذيني، او مش عايز حد تاني يضربني، او مش عايز حد تاني يعاقبني. الناس بتترجم القصه دي انه مؤدب زياده عن اللزوم، ودي حاجه كويسه انه بيعتذر طول الوقت. ما هو بيعتذر طول الوقت دي لما يكون الموضوع يستاهل فعلا الاعتذار. لكن مش ساعات يا دعاء بتقابلي ناس تقولي يا جماعه هو الموضوع ما يستاهلش كل اللي انت بتعمله ده، الموضوع مش مستحمل كل الاسف ده وكل الاعتذار، دي حاجه بسيطه. لا، ده حد يا دعاء بقى عنده كلمه اسف بتتقال اكتر من كلمه صباح الخير، او بيقولها اكتر من اسمه. هو بيعتذر عن اي حاجه عملها او ما عملهاش عشان خاطر بس ما يتعاقبش، او خايف ان هو يتعاقب. الشخص التجنبي يا دعاء اللي هو بيخاف يقول رايه، ليه؟ لانه ما تسمحلوش انه يختار اي حاجه في حياته وهو طفل، او ان هو يقول رايه في حاجه معينه، لانه دايما بتقول له ايه؟ اسكت انت، ده كلام كبار، مالكش دعوه، وانت من امتى ليك راي؟ وبيفضل على كده لحد ما يكبر. او الطفل اللي بيبقى محتاج يتشاف قوي، فهو ماما وبابا مش بيشوفوني غير لما اكون متفوق في المدرسه، او متفوق في الرياضه، او قاعد ساكت ومؤدب طول الوقت، فانا بقيت بعمل كل حاجه صح قوي قوي عشان افضل متشاف، او ادي زياده عن اللزوم عشان افضل متشاف والناس تسقف لي. كل ده بنرجعه لزمان قوي، في حاجه حصلت لك وانت طفل، في حاجه ادت لهذا الاضطراب. في كمان يا دعاء امراض او اضطرابات نفسيه بتحصل نتيجه صدمات في الطفوله، او فقدان الاب او الام نتيجه انفصال، او وفاه يعني حد من الاثنين. من الاضطرابات دي البوردر لاين او الشخصيه الحديه، والبايبولر اللي هو الاكتئاب ثنائي القطب. ايه الفرق بين الحديه والبايبولر؟ طيب البايبولر او الاكتئاب ثنائي القطب ده بيبقى حد يا عيني كده شبه شخصيه الجوزاء شويه. يعني ممكن يبقى يدخل في مود اكتئاب فتره معينه، تمام، شهر اتنين تلاته اربعه، او في حاله هوس. هوس دي بقى يا دعاء بيبقى عكس الاكتئاب في كل حاجه. يجي له هوس لدرجه انه ممكن ما بيبقاش عارف ينام من كتر ما هو نشيط جدا. حالات الهوس دي يا دعاء درجات وانواع، يعني البايبولر في 1 و2. يعني مثلا ممكن لو واحد معاه فلوس تلاقيه عنده هوس في الشراء رهيب. ممكن لو معاه ينزل يوزع الفلوس على الناس في الشارع. لو الهوس بتاعه او المانيا بتاعته في حاجه معينه، زي حد بيحب المذاكره، حد بيحب الشغل، تلاقيه بيذاكر وياخد كورسات وليل نهار ويقرا كتب بيبقى عنده حاله من حالات الهوس. في حالات من البايبولر او اكتئاب ثنائي القطب لما بتدخل في حاله الهوس
بتبقى خايفة تاخد الدواء عشان ما ترجعش تاني لحالة الاكتئاب، عايز تفضل نشيطة. الشخصية الحدية دعاء هو شخص يعني باختصار كده، تعالي نتكلم عنها في أبسط مثال ليها في العلاقات. أنا بحب دعاء جدا وأنا مندمج معها جدا وأنا قريب منها جدا، وفجأة أختفي أبعد، أقول لك لأ، ما أنا أسيبهم قبل ما هم يسيبوني، أنا أضايقهم قبل ما هم يضايقوني، وفترة تانية يعني فترة تانية تلاقيه رجع يعمل أتاش أكتر، يقرب للناس أكتر. بس هل هو مؤذي الحدية؟ لو أنت فاهمة طبيعة الشخص اللي قدامك هتبقي عارفة ان هو مش مؤذي، لان هو بيعمل كده غصب عنه. بس احيانا الشخصية الحدية دي بتحاول تنتحر وتحاول بصي زي البايبولر بالظبط. ما هو الاضطراب المزمن اللي هو العشر اضطرابات، احنا ممكن نحاول ننتحر لانه بيجي لنا درجة عالية من درجات الاكتئاب، زي بالظبط البايبولر. هو لما بيدخل في الاكتئاب لو مش متابع مع الدكتور بتاعه بياخد الادوية بانتظام والاكتئاب زاد او بقى سيفير، ما هي اخر حاجه في الاكتئاب هي الانتحار. اعلى درجات الاكتئاب هي الانتحار، انه خلاص انا مش قادر اتحمل الوضع. الشخصيات الحديه والبايبولر والحاجات المتشخصه نفسيا دي صعب يتعالجوا مع نفسهم لوحدهم، ولا هو قرار هو بيبقى عارف هو ايه عنده ايه؟ معظمهم بيبقوا عاقلين وانت بتتكلمي معاهم. طبعًا. عاقلين طبعًا. وعلى درجه، وفي منهم على درجه عالية من الثقافة وهو عارف حالته وكده. طب هو لما بيبقى عارف حالته وعارف هو ايه ومشخص نفسه وكده، مش قادر ياخد قرار انه يعني ولا حاجة مش بإيده؟ لا بصي، معظمهم بياخدوا القرار وبيروحوا لطبيب، تمام، والطبيب بيكتب لهم الأدوية اللي تعمل بالانس يعني تعمل توازن. فبيبقى بني ادم بني ادم عادي خالص وبيعرف ياخد قرارات وبيعرف يتعامل. لكن لو انا مش باخد ادويه هفضل طالع نازل طالع نازل طالع نازل. طيب في اضطرابات ولا ينفع معاها دواء ولا ينفع معاها تعديل سلوك؟ زي الـ 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 الشخصيات النرجسيه والشخصيات السايكوباتيه او الانتي سوشيال زي سفاح التجمع. ده يعني مفيش دواء ياخده بحيث ان هو يبقى كويس. طب امتى بيروح للدكتور؟ لو حس ان هو عنده حاله قلق او توتر او اكتئاب، لكن ما بيبقاش مدرك ان القلق والتوتر والاكتئاب ده نتيجه مشكله عنده هو في اضطراب الشخصيه. يعني وما بيطلعوش كده فجاه. يعني هي بتفضل تتكون معاهم وبتظهر في سن 18 سنه. ولازم بيبقى ليها جذور. طب خليني اخد اتصال من نهى. الو الو الو، اهلا يا نهى. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. انا مش عارفه، يعني انا عندي مشكله. اتفضل. انا متجوزه بقالي اقل من سنه. انا متجوزه حد عن حب يعني. كنا بنحب بعض بقالنا سنين كتير قوي. يمكن كمان كنا اصحاب قبل ما نحب بعض. فتره كبيره قعدنا سنين كتير. لدرجه ان انا اتخطبت قبله مرتين. وهو برضو كان بيستناني وكان بيحاول ان هو يكون موجود، وكان بيحاول طول الوقت ان هو يثبت لي انه لا، يعني هو احسن حد ممكن يدخل حياتي. لدرجه انه ما بقتش مصدق ازاي احنا ممكن نبقى قربنا من بعض كده وفاهمين بعض بالشكل ده واتجوزنا. طب ايه المشكله؟ من وقت ما اتجوزنا يعني انا اتجوزت حد تاني خالص غير الشخص اللي قعد كل السنين دي، من ايام ما كنا مع بعض في الكليه وقبل كده. ازاي بقى؟ يعني ازاي يعني اتغير قوي كده؟ ولا هو كان ايه وانت ما كنتيش شايفه؟ لا، هو ما فيش حاجه ممكن تكون كانت موجوده وانا مش شايفاها. يعني العيوب كلها كانت واضحه لي وكنت شايفه اني قادره اتقبلها واتعامل معاها. والمميزات كانت كتير قوي قوي قوي، فعرفت تخليني اتغاضى عن العيوب. بس بعد شويه احنا اتجوزنا. لا يعني لو كان مثلا ميزه من المميزات دي الاهتمام بالتفاصيل اللي بيننا طول الوقت والتواجد مع بعض والحرص على حاجات معينه، هي دي تقريبا اول حاجه ما بقتش موجوده بعد الجواز. يعني احنا بعد لو كان قبل الجواز مثلا
عنده شغل بمواعيد، فهو نفس الشغل ستايل هو فيه، بالعكس يمكن بقى اعلى او يقدر ان طيب هو كل دي حاجات عادية يعني، انما كشخصية ايه يعني انت اتصدمتي فيه يعني، ولا انت كنت عارفة ان هو كده بس لا الحاجات دي مش مستحملاها وانت عايشة معاها 24 ساعة؟ لا انا ما كنتش، الحاجات دي حاجات عادية، بس كان في تفاصيل، يعني تفاصيل بينا بعد، يعني انا ما بقتش اشوفه اصلا بعد الجواز. انا الشخص اللي كان ممكن مثلا يروح الشغل وبعد الشغل ليل نهار هو مرتب انه نبقى مع بعض، انا ما سافرتش مثلا بصي معاه سفرية نهى، ليل انا نهار. لغايه يعني انا بسمع منك ومش عارفه ايه المشكله يعني، يعني مش عارفه ايه المشكله. انا المشكله المشكلة انه احنا في اقل من سنة جواز اتطلقنا مرتين، على ولا حاجة، على يعني على ولا حاجة، يعني انت نقاشات عادية بتتقلب لشد كبير قوي، احنا ما فيش بينا اي اطراف بي خارجية بي دخل. بيضرب بيقل ادبه بيشتم. انا عايزه والموضوع افهم بس. بيوصل لكده في الفترة الأخيرة. انا طلعت من بيتي تقريبا مدة 4 شهور، وانس ان انا رجعت، يعني يمكن حتى لو انا كنت برد في المشاكل اللي فاتت، انا دلوقتي لا ما بردش، ممكن اقول لا انا مش هتخانق، انا مش هتكلم، لحد ما خلاص ممكن في شد عادي انا انفجرت، راح لتاني مرة قال لي انت طالق، على ولا حاجة. النقاشات العادية اللي بين الأزواج، احنا الدنيا بينا، البيت بيخرب، الدنيا بتولع، الدنيا بتتكسر، طب انت واحنا كنت قبل كده بتسيبيه ليه؟ قبل ما تتجوزي منفصلين. كنت بتسيبيه ليه؟ عشان كده، عشان كانت النقاشات بينكو. لا عشان كان في عيوب في الشخصية، وكنت شايفة مثلا انه لا دي ممكن مع الجواز ما تبقاش احسن حاجة، بس هو كان بيشتغل على نفسه، وكان بيصلح من نفسه، وكان فعلا كان بيتغير، والمدة كبيرة مش قليلة كان بيتغير، وكان حبه ليا واضح لكل الناس، ومحاولاته لسنين ان انا ابقى معاه، يعني في اكتر من ان انا اتخطب وابقى بجهز للجواز، وهو برضو صاحب مشترك في حياتنا، ولا يعني برضو بيحاول ومش قادر طيب يتخطى سؤالك المسؤولية. ايه نو؟ انت دلوقتي في انهي مرحلة بقى؟ انا في مرحلة ان انا الشخص ده مهما كان حصل بينا خلافات، عمري ما كنت اتخيل انه كلمة انتي طالق دي تبقى سهلة على لسانه كده. طيب انت حالا بقى متطلقة ولا رجعي ولا رجعتي له؟ لا انا مطلقة بقالي يعني 2 3 يومين، وما اعرفش لسه ابعد الموضوع ايه، يعني المفروض دي ان احنا الطلقة مش التانية؟ اي تاني. طيب ماشي، اسمعي بقى رأي مروة السعيدي. هو طبعا الطلاق لوحده مهما كانت الست عمالة تصرخ وتصوت وطلقني طلقني طلقني، أول ما الزوج بيطلقها بتحصل صدمة عند الست، صدمة بقى فقد للبيت وفقد للمشاعر وفقد وإحساس بالوحدة، صدمات كتير. هي بقى عندها كذا صدمة، أولا إن الشخص ده اللي أنا كنت عايشة معاه في الخيال هو وقعني على الواقع على جدور رقبتي، فانا اتفاجئت ان انا عايشه مع بني ادم انا معرفوش. هي اتفاجئت ولا هي كانت بتشوف الكلام ده قبل كده؟ ما انا هي مخها علشان يحافظ على سلامها النفسي بيهيئ لها انه ده اتغير، لكن الحقيقه وهي بتحكي هو متغيرش، هو كان بيمثل عليكي وبيعمل ألاعيب نفسيه تبين لك ان هو اتغير. ليه؟ هي قالت جملة خطيرة جدا يا دعاء، دي كانت بتحضر لجوازها وهو صديق مشترك بينه وبينها وبين خطيبها اللي هتتجوزه، وكان بيحاول معاكي. طب انتي ما خدتيش بالك ان ده يعتبر خيانة لصاحبه؟ ما خدتيش بالك ان دي اصلا خيانة منك لواحد انتي بتجهزي للجواز معاه؟ طب البني ادم اللي عنده القدرة على انه يعمل ألاعيب نفسية ويبوظ لك جواز تاني، انت متخيله ان هو بيعمل كده عشان هو مش قادر يعيش من غيرك؟ حبيبتي هو عايش عادي جدا، يعني هو طلقك هو عايش ما حصلوش حاجه، لكن الفكره انه احيانا الشخص ده لما بيكون عنده مشكله نفسيه بيعتبر نفسه ان انت حاجته، فانا مش هسيبك لاي حد، اخدك حطك في القفص استحملي بقى. بس بيطلقها
يعني هو سايبها، يعني هو سابها مرتين بالظبط كده، وهيرجعها وهيجي الثالثه ممكن يمسك نفسه وما يطلقهاش، وممكن يطلقها ومش عارفه ايه. فهي بقالها سنه كل يوم بتصحى على مشكله جديده. فانت محتاجه تعرفي ان انت دلوقتي في مرحله الانكار بتاعت صدمه الطلاق. بتقولي انا دلوقتي متطلقه بقالي 3 4 ايام مش عارفه اعمل ايه. لا، هو انت مش المفروض تفضلي في حاله الانكار دي، يعني خليها تاخد وقتها وبعدين اغضبي وازعلي، ولازم تفكري بعقل. هي بس الفكره دعاء ان هي ممكن هو يردها، هي ما تعرفش ان هو ردها، فاهمه قصدي؟ لان الطلاق اللي من غير ورق ومأذون بيبقى كده. فانت بقى عايزه تكملي مع هذا الانسان ولا لا؟ ولو هتكملي هتتعاملي معاه ازاي؟ لو كملت هتتعامل معاه ازاي؟ لا، لازم بقى نفهم كويس قوي الشخصيه اللي قدامي بتعمل ايه. اولا فكره ان هو بقى بيشتغل ليل نهار وما بقاش في وقت يقعد معاها ولا يحتويها. يا جماعه، انا في الخطوبه حاجه، في الجواز حاجه تانية خالص. في الجواز هو شايل مسؤوليه وحاسس بمسؤوليه، ففكره انه يحتويكي بالنسبه للراجل انه يبقى مامن لك الحياه وقادر يتكفل بيكي. فممكن جدا يكون مش في باله انه يجي يقعد ويرغي ويتكلم ويهزر ويخرج، بس لازم اشتغل. طب انا عايز اسال سؤال، هو دلوقتي لو انا مخطوبه لحد والحد ده عنده عيوب، العيوب دي المفروض، العيوب دي موجوده اهي في الخطوبه، المفروض اراهن على ان العيوب تقل ولا هتزيد؟ ما هو كل ما هنطول المده كل ما العيوب هتبان اكتر. انا مش عارفه ليه الناس بتراهن على ان العيوب دي هتختفي، ما هي العيوب واضحة وجلية وظاهرة قبل الجواز، فعلى أي أساس العيوب اللي قبل الجواز هتختفي بعد الجواز؟ لا، فكرة أصل كل هيتغير بعد الجواز وهيتغير يعني بعد الخلفة ما بتحصلش، تمام؟ فلو أنت شايفة عيب في البني آدم اللي قدامك يا دعاء، لو أنت قادرة تتعاملي مع هذا العيب اقبلي بيه، مش قادرة تتعاملي مع هذا العيب واخدة نية انه هيتغير بعد الجواز، هو مش هيتغير. محدش بيتجوز عشان يغير حد. طيب هي تتعامل ازاي دلوقتي في الوضع اللي هي فيه؟ تبعد ازاي؟ تقرب ازاي؟ تصلح ما تصلحش؟ لا، هو عشان تصلح لازم تصليح يبتدي من عندها هي الاول. خلي بالك هي بتقولك اصل بقعد ساكتة 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 وبعدين لما يجي يتخانق معايا بنفجر فيه. ما هو يمكن الانفجار دوت يكون بطريقة غلط، فبالتالي رد الفعل البسيط، ما هو انت لما تيجي تنفجري في جوزك وتبتدي تهنيه او تقللي منه، الطبيعي انه هيقول لك ايه؟ مش عاجبك، مع السلامه. طيب اي صدمه بناخدها محتاجين نعمل شويه حاجات عشان نتعافى، اديني 1 2 3. انا اي صدمه بناخدها يا دعاء بلاحظ تغيرات معينه، اوفر ثينكينج، قلق، توتر، اكتئاب. انواع الاكتئاب دي يا جماعه، لو هو اكتئاب بقى فتره طويله تمام، انت محتاج مساعده طبيه او علاج ثيرابيست، علاج كلامي. طيب عندي قلق او اوفر ثينكينج او بيجي لي كوابيس، لازم ابقى قاعد كده. الاوفر ثينكينج او الافكار الكتيره اللي بتجيلي او اللي نتج عنها الخوف معين بتاع الصدمه، انا بصلح الشروخ اللي حوالين الصدمه الاول، وبعدين ببتدي ادخل بقى في الصدمه نفسها مع حد متخصص عشان ما يحصلكش انهيار تاني. طيب الاوفر ثينكينج والتفكير الرهيب اللي جاي نتيجه الخوف اللي حصل لي نتيجه الصدمه، اعالجه مع نفسي ازاي؟ انا لازم اكتب الافكار اللي بتجيلي، وبتفضل الافكار، الفكره لما بتيجي يا دعاء ما بتجيش لوحدها، بتيجي بتسحب وراها كل عيلتها السلبيه. اكتبها على الورق عشان تشوفها، والفكره اللي هتكتبها اسال نفسك او ناقش الفكره دي 5 مرات. ليه؟ أنا خايف ليه؟ عشان كذا ليه؟ هتلاقي في الآخر إنه عقلك بيضخم الوضع الحالي بناء على الخبرة اللي أنت خدتها من الصدمة. في عندنا برضو ندور في حاجة اسمها دايرة المشاعر، شوف الخوف الزيادة ده أساسه إيه؟ واكتب الفكرة برضو وتعامل معاها. دي الحاجة اللي ممكن تعملها لنفسك. تمام؟ طيب عايز أعمل حاجة عكسية أعالج بيها الشرخ ده، اكتب حاجات كويسة عن نفسك. أنا الحمد لله بقيت كويس، أنا ما فشلتش، أنا ما اتكسرتش، أنا بقيت أحسن. وخلي بالك من الطريقة اللي بتناقش بيها الفكرة. بمعنى إيه؟ حد خد صدمة فهيقتنع مثلا أنا خدت صدمة عشان شخصية ضعيفة. فما تقولش لنفسك عشان شخصية ضعيفة. لأ خلاص أنا، وما تقولش كمان أنا مش ضعيف، لأن عقلك هياخد آخر كلمة ويعممها. أنا أعرف أحمي نفسي،
انا اعرف اتعافى مع نفسي. اللي انت بتقوليه لنفسك ده هو اللي عقلك بيهيئك وبيحط ردود الافعال والسلوك بتاعك فيه في الفعل. القلق والتوتر نفس الحكايه. هنكتب الافكار اللي بتسبب ده وبالتالي هنناقشها فده هيساعد. الحل في الكتابه، والحل ان احنا نشوف قدامنا بايدينا بخط ايدينا ده حقيقي اللي احنا بنحس بيه واللي احنا عايزين نبقى فيه، يعني الحاله اللي عايزين نسيبها ونتنقل لحاله تانية اكتب ده. والكتابه بتورينا كل حاجه، بتعري المشاعر، بتطلع اللي جوه قدام عينيك بتبقى شايفها. شكرا جزيلا مروه الصعيدي. عندنا فاصل قصير ونعود. مشاهدينا مرة تانية في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. اشرح لنا هذه الآيات الكريمة. ابتداء كل عام أنتم بخير، والأمة الإسلامية جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحدثنا عن أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، ثم حج البيت. حينما نتحدث عن هذه الأركان نجد أن عطاؤنا في هذه الأركان الأربعة سهل، إن أنا أنفق، سهل إن أنا أتصدق، سهل إني أنا أزكي، سهل إن أنا أقول لا إله إلا الله وأعمل كل الطاعات. أما الحج فهي طاعة أخرى، هي طاعة إثبات جدارة لهذا العبد الذي يتجبد المشقة في المال والعتاد حتى يذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى، ينخي هذه نقول إيه الذنوب والأفعال والأعمال، يريد أن يتطهر تماما أمام رب العالمين. فهنا هي العبادة الوحيدة التي فيها الجهد، فمن أراد وفرض على نفسه هذا الجهاد العظيم فعليه أن يتقدم إلى الحج، ولكن بضوابط. وضوابط الحج ألا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحق في الحج. ومن هنا الله تبارك وتعالى يحدد لنا التقوى، واتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا اللي جيت هنا بذلت كل ما هو نفيس عشان توصلي هنا، تتحمل درجة حوالي 60 درجة مئوية، تقف في هذا المكان في هذا الصعيد تدعوني وكذا وكذا وكذا، كل ده أنت جيت، اتقيني بقى بعد كده. والتقوى ها هنا، التقوى هي أفضل الأعمال التي تصل في هذا المكان للرقي وأعلى الدرجات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل العام هذا أهل عرفات يا رب، مقبولا لهم، مغفورا لهم، لأن الله تبارك وتعالى يوم عرفة، ونتذكر هذا الموقف، يتجلى الحق على أهل عرفة يومنا هذا، يخاطب الملائكة ويقول لهم إن عبادي جاءوني شعسا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تخيلي حضرتك أن كل أهل عرفة مغفور لهم، ثم يتوجه الله بحديث آخر لهؤلاء الحجيج، يقول لهم أفيضوا عبادي مغفورا لكم، بس يا رب لا، ولمن شفعتم لهم، كل من دعاك وقال لك ادعي لي معاك وأنت هناك عند رب العالمين، فعليك تعلمي ويعلم هو من فضل الله أن الله قد غفر له كذلك. من هذا المنطلق وحينما أتكلم عن هذا الحج وهذه المناسبة، فأقول أهل العطاء أين؟ أهل البذل أين؟ في هذه الأيام العشر التي يجب أن يدفعوا كل نفيس، إن كان جهدا، إن كان صدقة، إن كانت زكوات، إن كانت أعمال، تقدم لهؤلاء
المحتاجين. فيجب ألا نبخل في هذه الأيام، لأنهن أيام أقسم الله بهن في القرآن، وتحدث عنها رسول الله أن أفضل العمل الصالح لا يكون إلا في هذه الأيام. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. فإحنا عايزين نستزيد من هذه التقوى. نعم. إيه النصائح اللي نعملها لنستزيد؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، الاستزادة من التقوى دي للإنسان نفسه. يعني كل واحد بيقدم عمل، فهذا العمل من فضل الله يصيبه هو أولا قبل أن يأتي إلى الفقير، لكن يعود المرجع عليه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فما التقوى يا رسول الله؟ قال التقوى ها هنا، حينما تتصدق تتصدق بقلبك مخلصا لله، قبيئة بينك وبين رب العالمين، لا رياء ولا سمعة. حينما تتصدق فاعمل بقلبك. التقوى هي الخوف من الجليل وأنت تتصدق، العمل بالتنزيل وأنت تتصدق، الرضاء بالقليل وأنت تتصدق، الاستعداد ليوم الرحيل، لأن في الكعبة أو هناك على عرفات هي بروفة إلى يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى حينما نقف على جبل عرفات أن يغفر لنا ويتجاوز عنا وعلى كل من أحبابنا، وأن يتقبل منا ومنكم حج هذا العام يا رب العالمين. آمين يا رب. خلونا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقتنا. بنشكر جمعية البر والتقوى اللي دايما فاكرانا وبتوصل لنا لحد هنا. يعني احنا بالنسبة لنا العيد يوم وخلص، لكن انتوا بتحسسونا ان العيد لسه مكمل معانا رغم الحر والصيف والجو اللي انتوا شايفينه في الجبل دي، ده ان انتوا بتجولنا لحد هنا. انا بشكر جمعية البر والتقوى وبشكرهم الف شكر، اللي هم جايين لنا من اخر الدنيا عشان يساعدونا ويفرحونا، ألف شكر. أنا مبسوط جدا اللي انتوا جيتينه لحد البيت، ألف شكر لجمعية البر والتقوى، وكل عام وأنتم بخير. دي قوافل الخير اللي بتلف في أرجاء جمهورية مصر العربية وبتدور على المستحق، يعني عشان توصله. المرة دي بيوصلوا لحمة؟ نعم، ده في العيد كل عيد بتقوم جمعية البر والتقوى بإرسال الثلاجات لجميع أنحاء القرى والكثيرة الكتيرة قوي معلومة. يعني فرحة العيد عندهم ليس العيد فقط، ولكن إن الناس ديت ما عندهمش الاستطاعة إن هم يضحوا أو إن هم يأكلوا لحوم، بيأكلوا من العام إلى العام من فضل الله تبارك وتعالى. بس دي لحمة بس ولا لحمة وكراتين؟ لحوم مبردة. فهي القافلة طالعة في العيد، فده ده أمر سيكون كذلك هذا العام إن شاء الله. ولكن شوفي حضرتك كل قرية داخل فيها حوالي 5-6 تلاجات مجهزة من فضل الله تبارك وتعالى. لأن في الجمعية بيعملوا كم من المجازر، بياخدوا اللحوم وتتعبأ وتترص وتتحط في العربيات، وليها خريطة بيبدأوا يسابوا إلى أماكن من فضل الله تبارك وتعالى. بيبقى في اتجاهين، اتجاه للناس اللي هي بتكون عايزة جزء من صك الأضحية للسادة المتبرعين، والجزء الثاني بينطلق برضو لهناك علشان يؤدوا لهؤلاء الناس المحتاجين من فضل الله تبارك وتعالى.
واللحمة الذبح يعني والسكوك هتروح في بالطريقة دي؟ نعم بالطريقة دي مغلفة ومعبأة ومبردة بحيث أنها بتمشي حوالي 5 ساعات و6 ساعات سفر حتى تصل إلى هناك وهي طازجة من فضل الله تبارك وتعالى، وكلها بتوزع على القرى زي ما انت شايف حضرتك داخلين في قرى الأماكن يعني ما فيش فيها القوافل دي مغطية الجمهورية كلها؟ لا هو مش الجمهورية كلها طبعا ما شاء الله يعني ولكن الكثير من القرى برضو من فضل الله بنسافر كتير لقرى كتير في الصعيد وهنا كميات، وطبعا ممكن تغطي الجمهورية كلها لما الأحباب يتقدموا بأكثر من فضل الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر من الصكوك بإذن الله، وده اللي بنأمله إن الباب مفتوح لأحبابنا المتصدقين إن شاء الله إن هم يتقدم. أعتقد أنه في قوافل قبل العيد، يعني العيد معروف الصكوك وصك الأضحية المفروض اللي هيدفع كام، إنما قبل كده أو بعد كده أعتقد أي مبلغ في قوافل ثابتة طول العام من فضل الله تبارك وتعالى، زي الكراتين الأغذية، زي كتير قوي قوي من مبادرة الجميلة اللي هي الهدايا العينية، مش هنقول التبرعات العينية، اللي هي العطاءات اللي هي بيكون زيادات في بيوت الناس دي أول ما بتتجهز وبتتعمل، لو كان في يتامى في أرامل في ناس مقبلين على الزواج من فضل الله تبارك وتعالى بتروح على طول تستوي البيوت وتتعامل معهم هناك كأكثر من مبادرة طوال العام من فضل الله. الأمر بالنسبة للطعام والشراب لا يتوقف، احنا ما فيش حد فينا بياكل لقمة غير وبيتبسط الحمد لله. ساعات الواحد وهو قاعد كده بيغمس حتى شوية فول وحلوين، وقع الأكل على البني آدم في إدخال سرور لا شك طبعا. اي حد عايز يخرج خروجه حلوه بيروح ياكل مثلا صح. كباب وكفته ياخد ده عيلته حتى لو زعلان بياكل يعني الفكره انه الاكل ده بيدخل كده حاجه بهجه كده على قلب الناس، ففضل ادخال السرور على قلب الناس عن طريق الاطعام. نعم. انا عايز اقول فضل هذا الفضل العظيم ابتداء كيف اعرف ان الله راض عني، انا بقى بتكلم بلسان كل من يتصدق او يزكي او يفعل الخيرات، ازاي اعرف ان ربنا راضي عني؟ حينما ييسر الله لك عباده او عطاء او باب تنفقي فيه تعلمي انه يرضى عنك، لان الله يحب احبابه من الكرماء الفضلاء يقربهم اليه سبحانه بان يذكرهم بفعل الخيرات من فضل الله تبارك وتعالى. اما الذي بخل واستغنى وخلاص ده ربنا بينساه فينسى نفسه فما بيكونش داخل في المعادله، ما بيكونش في البرواز، اما البرواز فهو مع الكريم سبحانه وتعالى مع حضره النبي الذي كان كالريح المرسله حينما كان يتصدق ويعطي. وعايز اقول ان انا وانا بتصدق وانا عايش من فضل الله ارى اثر هذه الصدقه لان الله وفقني لها، اما بعد الوفاه تكون رحمه ونور اتعملت او لم تفعل لان المال معايا اقدر اتصرف فيه، لكن بعد الوفاه تحول الى ميراث، ده من هنا وده من هنا وده من هنا سلام عليكم كل واحد خد وكل واحد. طبعا الايام كفيله انها تنسي ناس حتى انها تدعي للاموات مش ان هي تعمل لهم صدقات، فاسال الله تبارك وتعالى في هذه الايام المباركات ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا فعل الخير. وهذا البرنامج منبر لهؤلاء الاحباب الذين يشاهدوا فتكون لهم باذن الله نبراسا يقدروا يعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى بمجرد ما قلب وشاف البرنامج بقى بالنسبة لهم أمر خير بإذن الله، وسوف لا يبخل الناس أمة النبي بخير من فضل الله. يا رب. نروح نشوف تقرير آخر ونرجع نكمل حلقتنا. أنا هنا الآن في مستشفى جمعية البر والتقوى التخصصية بدمياط. أنا بصراحة لما دخلت المستشفى انشرح صدري وسعد قلبي لما رأيته في هذه المستشفى، ثم فوجئت بجميع التخصصات، أقسام طوارئ، عيادات خارجية، غرف إقامة، غرف عناية مركزية في منتهى الروعة، حضانات، معامل، أشعة. ثم سألت
ما الذي ينقص؟ قالوا محتاجين مناظير، ودي غالية جدا جدا. ثم قالوا محتاجين مولد، لأن لو الكهرباء قطعت بتعرض حياة الناس للخطر. فرصة عظيمة جدا إنك تشوف التقرير ده علشان تساهم في هذا، لأنه من أعظم ما يمنع عنك وعن أولادك ويدفع عنك كل سوء وكل شر وكل مرض أن تساهم في ذلك. لأنه سيدنا النبي أخبرنا إنك لما تعود المريض فتطلب له الشفاء، الله عز وجل يجنبك هذا المرض، فكيف بمن يساهم في هذا العلاج؟ سارع بذلك. ما أعظم الإنفاق في هذه المستشفى، لأنها مصرف من مصارف الزكاة الجارية والصدقات الجارية والصدقات العادية، من أعظم ما يكون. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. زكاتك الجارية وصدقاتك الجارية وصدقاتك مع جمعية البر والتقوى. مستشفى كل ماده بتتطور، والمفروض خلاص خدنا وعد ان احنا نروح نفتحها بقى قريب ان شاء الله تبارك وتعالى باذن الله. احنا قدامنا المناظير والاجهزه اللي هي خاصه بعمل العمليات من فضل ربنا سبحانه وتعالى. مطلوب مغسله كبيره قوي من فضل الله، ومكان لتوليد الاكسجين للمرضى، وباذن الله رب العالمين احنا بنسارع بهذا العمل من فضل الله تبارك وتعالى، لان الله يتجلى على هذا المكان حينما يخاطب العبد ويقول له: عبدي مرضت ولم تعدني، قال: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: لو مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده. الله يتجلى برحمته في هذا المكان، فالدعاء عند المريض مستجاب. فتخيلي أن يتجلى الله تبارك وتعالى عليك وأنت تزور المريض ويستجيب دعائك. طيب ده في الزيارة، فما بال حضرتك لما تشتري جهاز حتى يعين المرضى على أن ربنا يشفيهم؟ فهذا دعاء دعاء يستجاب ويستجاب من رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أحببنا يتوجهوا برضو بإذن الله ولا ينسوا مستشفى البر والتقوى. أقسام كثيرة فتحة هناك، يعني الحضانات لسه شايفاها، أقسام القلب والمخ، يعني أقسام كثيرة جدا. تقريبا مغطية معظم. بالضبط. ودلوقتي احنا مثلا بنشتغل في جراحة المناظير، كل العيادات موجودة من فضل الله جراحة المناظير. الآلات المستخدمة، يعني لو حد يجيب لنا مثلا آلات المستخدمة لعمل عمليات العظام، لأن دي من الحاجات اللي أنا عايز أقول لحضرتك. مثلا الأجهزة الخاصة أو الأدوات الخاصة للعمليات دي المدى بتاعها بتعيش 100 سنة 200 سنة وعايش على طول. يعني ممكن الإنسان يتوفاه الله والخير اللي عامله ده صدقة جارية لا تنتهي أبدا من فضل الله تبارك وتعالى. فعلينا أن ننظر إلى هذا الأمر بمنظور مهم جدا جدا، إن إحنا دايما نشتري سلعة تكون دايما قصاد الناس وتكون من فضل الله تبارك وتعالى ظاهرة أمامهم، حتى يكون الدعاء دائما بإذن الله مستمر لكل عطاء. ربنا يتقبل من الجميع. حط يعني كل جنيه في المستشفى دي، لأن نعم. هي تبنت قدام عينينا، نعم. ووصلنا فيها لدرجة محترمة جدا، ناقصة على شوية إجراءات، نعم. عشان تتفتح بالكامل بإذن إنما الله. العيادات شغالة، كل حد بيتعالج في العيادات دي في ميزان حسنات، نعم. من ساهم ودفع وحط ابتغاء مرضات الله. أخيرا عايزين نفكر الناس بصكوك الأضحية. الله، طبعا طبعا يا جماعة، وبمنتهى السرعة يا أحباب في هذه الأيام أسرعوا. فحتى جماعة البر والتقوى عاملة أمر جميل، اللي هو برضو بذكر بيه دائما، هو التقسيط، إن أنت ممكن حتى تقسط من ثمن الأضحية، إنك تدفع جزء والجزء الثاني على عدة شهور من فضل الله تبارك وتعالى، حتى لا تحرم هذا الفضل، لأن كل قطر الدم بتنزل بتغفر من الله، يغفر الله بها للعباد سبحانه وتعالى، بل كل شعرة من جلد هذه الأنعام يغفر الله سبحانه وتعالى لصاحبها من فضل الله. اللهم تقبل منا جميعا يا رب، منا ومنكم جميعا من كل الناس. شكرا جزيلا فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. احنا مكملين مع حضراتكم بعد فاصل قصير. We'll be right back.
بيكم مرة تانية ومعادنا مع الفقرة التوعوية بتاعت كل يوم أربع. والنهاردة عايزين نتكلم على موضوع مهم قوي، على موضوع أنه إزاي معمل الأجنة بيؤثر بشكل يعني فعال جدا في فكرة نجاح الحقن المجهري من عدمه. يعني ده عامل أساسي ومهم. طب إحنا كناس عادية مش دكاترة نقيم إزاي معمل الأجنة؟ يعني هل إحنا نقدر نقول المعمل ده كويس انا هروح اعمل فيه، او المعمل ده لا مش هروح؟ خلونا بقى نسال المتخصصين. دكتور محمد الهلالي نائب رئيس مجلس اداره ومدير معمل الاجنه بمركز رويال للخصوبه، وحاصل على ماجستير الاجنه الاكلينيكيه من جامعه مونش استراليا، وعضو مؤسس الجمعيه المصريه لعلم الاجنه والاخصاب المساعد. نورنا يا دكتور. اهلا بيك استاذ. قولي معمل الاجنه يعني فعلا هو عامل مهم في تحديد اذا كان الحقن المجهري ده هينجح او لا؟ في البداية أنا بس حابب أقول إن أنا سعيد بالتواجد مع عالمية متميزة زي حضرتك، وإن يكون حملة التوعية بتاعت رويال تكون يعني المنبر بتاعها عن طريق البرنامج بتاع حضرتك. في البداية بالنسبة للسؤال بتاع حضرتك على المعمل الأجنة، هو طبعا هو لو جينا نقول إيه الدور بتاع معمل الأجنة في العملية ككل، يعني خلينا كده نقول ببساطة، يعني زمان كده يعني في كرتون قديم كان مش عارف كان اسمه كان يا مكان في الحياه كده، كان بيجيبوا كرات دم البيضاء كرات دم الحمراء ومش عارف ايه، بتمشي بطريقه مبسطه للاطفال. احنا بكل بساطه معمل الاجنه ده هو الرحم، بس هو يعتبر الرحم. الرحم بتاع عمليه الحمل هو الرحم. احنا كل دورنا ان ازاي نخلي المكان ده هو نفس البيئة بتاعة الرحم بالظبط، من هواء، من حضانات، من غازات. ازاي البويضة اول ما تعدي من قناة فالوب تدخل لحد الرحم بعد ما يتم اخصابها وتبدأ تكون الجنين، والجنين يتم انغماسه في بطنة الرحم. كل العملية دي ازاي نهيئ نفس البيئة بالظبط لحد ما ننقلها تاني للرحم. ده كده بكل بساطة العملية، يعني ايه دور العاملين في مجال الحقن المجهري او اللي هم الامبريولوجيست مثلا. ده دورهم. وهو الدور ده يعني هو لو قلنا ان هو يعني شغل ثابت مثلا، لا، بس هو فعلا هو ممتع جدا. يعني ان شاء الله نستضيفكم تعملوا كده جولة في معمل اجنة وتشوفوا اليوم بيبقى ماشي ازاي، بس هتشوفي يعني عظمة ربنا سبحانه وتعالى في انك احنا كنا قبل كده الحالة بتحمل وفي الاخر بتولد، فانت بتشوفي في الاخر مع السونار في الاخر طفل. فازاي بتشوفي كده زي ما ربنا قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، النطفة الحيوان المنوي، ثم من علقة، ثم من مضغة. العلقة والمضغة دي احنا ما كانتش دي بقى بتتشاف ازاي تخليق العلقه والمضغه سواء مخلقه او غير مخلقه. نبين لكم ثم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، خلاص التسع شهور وفي الاخر بقى طفل. فالبروسيس دي نفسها دي قمه الموت، انك شايفاها بتتعمل قدامك بتحصل قدامك، انك تبقى امين عليها وهي بتتعمل بالظبط، يعني ما تدخلش اي خلل في اي حاجه بيؤدي لتوقف النمو، بيؤدي الى مشاكل في ان تكمل العمليه كلها للنهايه في النجاح، بيأثر على النجاح. فعشان كده كل خطوه ولو صغيره صحيح بتبقى فارقه جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب، طبعا الاسباب لاستكمال العمليه او انها تخلص، واحنا بناخد بالاسباب بس صحيح. احنا بناخد بالاسباب عشان نكمل العمليه انها توصل للاخر لرحم. أنا بقى أختاره إزاي؟ يعني معمل الأجنة اللي المفروض أقرر إن أنا هروح وأحط فلوس وهسلم نفسي وهسلم المبايضة وهعمل كل حاجة، أثق في المعامل بناء على إيه؟ طيب خلينا نقول الأول في المراكز. المراكز دي اللي بتضم المعامل. طبعًا. في المركز الأول أنا أهم حاجة بالنسبة لي إن يكون المركز ده يضم تقريبا معظم الخدمات او كل الخدمات اللي انا هحتاجها كزوجين باحثين عن فرصه حمل. انا لازم اشوف يبقى المكان ده فيه استشاريين من النساء، والنساء دي مش اللي هي
النساء لا خلاص بالظبط هو التخصص النساء والتوليد هو عارف طبيعي كل حاجه بس في التخصص الدقيق طبعا في عياده المناظير الرحميه المناظير البطنيه تاخر الانجاب في الجزء بتاع الحقن المجهري بطنه الرحم المهاجره اكتر من عياده هو ده مؤخرا المراكز بدات توفر ده كنا زمان نروح لطبيب مثلا واحد هو بيعمل كل شيء انما المركز بقى بيوفر لنا ده وبقيت اشوف التخصص الدقيق ده ما كناش نعرفه احنا زمان يعني كان يعني كل طبيب في بالذات مركز رؤيا لما قعدت معاك وبقالي اهو فتره طويله الاقي كل حد متخصص في حاجه وجاي كان فيها هي لوحدها بالظبط هي فده هو ده يعتبر من اهدافنا ان كل حد يكون هو عارف هو التخصص الدقيق بتاعه ايه مهتم بيه جدا وطبيعي لما يكون عدد الحالات في التخصص في الجزء ده بس هو اللي بيشتغل فيه طبيعي عنده اللي هو بيسموه الترابل شوتنج مع الكومبليكيشنز ازاي يعرف يعمل لها مانجمنت وازاي يوصلها في الاخر انها توصل للهدف المنشود فده بالنسبه للنساء في عياده الذكوره في يكون في عياده الوراثه ودي حاجه مهمه جدا متصله اتصال يمكن مباشر بمعمل الاجنه ان ما كانش في توعيه بالجزء بتاع الامراض الوراثيه يعني اصل الطفل فيه تشوهات وراثيه خلاص طب هي ايه طب يا ترى طب ليها حل طب انا عشان ما اجيش بعد كده اعمل ايه ده بقى هنا الدور ان هو احول ده على عياده وراثه فعياده وراثه تقعد مع المريض تفهمه ايه النسب بتاعتك في انك تجيب طفل سليم طب يا ترى عشان تجيبه هتعمل ايه واحد اتنين تلاته ابدا تفهمه هتحوله وتدي التوصيات لطبيب النساء مع معمل الاجنه فنبدا نحط الخطه العلاجيه اللي بعد كده للزوجين عشان في الاخر يوصلوا لايه لطفل سليم طيب ممكن في النهايه تتوجه غلط طب يا ترى لو توجهت غلط تعمل عمليه معينه على مستوى الكروموزومات مثلا مش الجينات خلاص هيطلع في الاخر عندها طفل سليم على مستوى الكروموزومات طيب هو ده المشكله اللي عندك لا هيطلع في الاخر الطفل سليم على مستوى الكروموزومات لكن عنده الطفره الوراثيه على مستوى الجينات فما تاخدش في الاخر الطفل اللي هي عايزاه اللي هو سليم وراثيا كامل فهنا بقى التخصص الدقيق هنا اللي بيفرق طبعا فما تيجي تدور المريض على مركز هتشوف فيه يا ترى فيه كل التخصصات دي ولا يا ترى هروح ده هيتحول على ده وده هيتحول على ده وده هيتحول على ده لحد ايفن الصيدليه الاكلينيكيه يعني في الاخر اللي بيتم شرح الروشته نفسها صيادله اكلينيكيين اللي هو يفهمها ازاي الجرعه بتاعه التنشيط ومفيش حاجه بتتعمل بره المركز يعني ما بتطلبوش حاجات معينه تتعمل بره كله لا. كله في داخل المؤسسه نفسها ويجي بقى في الاخر اللي هو يعتبر اهم حاجه او الكور بتاع المركز هو معمل الاجنه معمل الاجنه لازم في انشائه يكون تجهيزاته تكون مش مجرد أجهزة ما هو كل الناس لما يجي يعملوا عايز يعمل معمل حقن مجهري هو أجهزة حقن المجهري والحضانات لا إزاي أختار الجدران إزاي أتحكم في جودة الهواء إزاي لما أفتح الباب المعمل الأجنة أتأكد إن الهواء ما يدخلش يطلع بس يبقى فيه بريشر طالع فالهواء عمره ما يدخل يطلع بس كل ده في التأسيس في التأسيس حسابه. طبعا فلما اجي اشوف المعمل او لو في مثلا فيديو المعمل اجينا ما اشوفش ده اللون هنا عجبني لا طب الحيطه دي لو هي كبسول طب هي اتعملت كبسول ليه عشان ده مضاد للبكتيريا طيب الارض اتعملت كده ليه عشان هي الكتروستاتيك ما بتتاثرش بالكهرباء عشان هي ما بيقفش عليها بكتيريا هو لو الهواء دخل او لو الحيطه مش كده تؤثر على طبعا الجنين هو بيكون في اعلى درجات الحساسيه مجرد لو شميتي يعني مثلا بيرفيوم او حاجه زي كده ده اي حاجه تشميها هو توكسيك هو يعني يؤدي الى توقف نمو الاجنه فعشان كده أي حاجة في المنطقة دي كلها لازم تكون درجة عالية جدا من نقاء الهواء من الأتربة ومن البكتيريا الأسطح اللي بتتحرك لازم تكون كلها معقمة فده ما بتعملش كده مش ألوان لا هي لهدف تكون فيها عدد حضانات كتير عدد حضانات كتير ده إيه الفايدة فيه مش عشان عدد حالات كتير أو قليل لا عشان بيؤدي لما تبقى نفتح حضانه ونقفلها فتحه الحضانه وقفلتها ده بيخلي فيه ديستربنس في التغير في الغازات اللي موجوده داخله للجنين فالجنين انا متعود في بطن الام على نسبه معينه من ثاني اكسيد الكربون ومن الاكسجين
طب لو جات لي نسبه ثانيه هياثر؟ اه ممكن ياثر. فانا دورنا ان هو ما يخليهوش ياثر. طيب انا عايزه اتكلم عن نقطه يمكن ناس كتيره مش بيتكلموا عليها قوي، وهي فكره تجميد الاجنه. ليه الناس تجمد الاجنه وبتتجمد وقت قد ايه؟ يعني اديني معلومات كده عن الموضوع ده. هو الكلام عن التجميد، هو التجميد بصوره عامه هو التجميد اجنه بويضات سائل منوي عينه منخصيه تمام الى ما يوصل لحد اخر حاجه اللي هي انسجه من المبيض تمام. بتتجمد ليه؟ ما هو ده في حالات لما نيجي نتكلم في نقدر يعني الناس اللي ربنا ابتلاهم بمرض كانسر او كده بتبدا تاخد كيموثيرابي او كيماوي. الكيماوي هو بيضر ضرر مباشر طبعًا. مباشر بالمبيضين والخصيتين، ضرر مباشر وما بيرجعش. ماشي. فلازم عشان احنا بنعمله ده كله هو حفظ للخصوبه. الحفظ الخصوبه ده بيتعمل ازاي؟ الستات الرجاله كمان طبعا طبعا. دي ما اعرفهاش. ما هي دي، ما هو انا من حملات التوعيه اللي بنعملها بنعملها على محورين، محور للازواج ومحور للناس اللي عند اللي ربنا تلاهم بهذا المرض، ربنا يشفيهم يا رب. ومحور الثالث للاطباء، تخصصات الاورام مثلا. عارفين يا جماعه ان التكنولوجي بتاعه التجميد بقت على كفاءه عاليه، ان هو قبل ما يبدا اي مرحله من مراحل العلاج لازم يوجه المريض لانه يحافظ على الخصوبه بتاعته. ازاي؟ لو هو راجل هيروح يجمد حيوانات منويه، اكبر عدد ممكن من الحيوانات المنويه. ماشي الحيوانات المنويه اوكي، انما الخصيتين؟ ما هو الخصيتين انسجه الخصيه، ما هو انسجه الخصيه نفسها بيتم استخراجها، بيبقى فيها الحيوانات المنويه، ده المصنع بتاع الحيوانات المنويه. فساعتها بتتجمد. لان هي بتتدمر بالاشعاع وبالكيماوي وكده. بعد تاني جرعه على طول بيبدا التاثير يتم. فالتجميد هو حاجه مهمه جدا، الناس لازم تبقى عارفاها، وعارفه ان دلوقتي يعني التجميد ده ادانا فرص كبيره قوي ان انا ان حتى ايفن الريسيرش يكمل. انا الزوجين جايين بداوا التنشيط ولقوا مشكله معينه في الرحم هنحتاج ان احنا يبقى فيها تعامل. طيب هنعمل ايه؟ طب ما احنا هنسحب بويضات وهنحقن الحيوانات المنويه وهنجمد المشكلة. وهنجمد الاجنه لحد ما نخلص كل حاجه وتتحضر بطانه الرحم وتبقى مهيئه لاستقبال الجنين اكتر من الفريش. يعني مفيش مقارنه بين الفريش والتجميد، التجميد بيبقى لهدف ان احنا مضطرين نعمل حاجات فبنجمد بس لغايه ما نعمل. وفي بعض الاحيان لما نيجي نقارن ما بين الفريش والمجمد بنلاقي في حالات معينه اللي بتقول عليها غير معلومه السبب، اما تيجي الحاله تجمد الاجنه وتيجي تزرعها بعد كده بيحصل حمل. طب ليه؟ ما هو لان ربنا في كده زي شباك اسمه بلانتيشن، وده الشباك ده ليه وقت معين للزرع اللي بطانه الرحم هتاخد فيه الجنين ينغمس فيها. طيب بطانه الرحم لو قفل الشباك الجنين مهما يكون درجه اولى عمره ما هيدخل. لما تيجي والشباك ده ممكن يتحرك يمين او شمال بحقن التنشيط. تمام. ممكن فيجمد لغايه فلو الحاله خدت وقت اكتر من اللازم في التنشيط او الحقن، فساعات بتتجمد الاجنه. ولما تيجي تتحط بطانه الرحم بقى في الدوره العاديه فخلاص مفيش بقى ولا حقن تنشيط ولا حاجه خالص مع الدوره الطبيعيه. الشباك نفسه في ميعاده، فالجنين حتى لو درجته اقل بيدخل ينغمس. طب انا ايه علاقه التجميد بالفحص الوراثي للاجنه؟ طيب الفحص الوراثي للاجنه ده بياخد التكنولوجي بتاعته بتاخد وقت. قبل كده خلاص انا لو وليكن مثلا محتاج 3 ايام لفحص شهر لفحص الجنين. طيب هو الجنين هيستناني؟ لا. طيب فاذا لو اتجمد على الحاله بتاعته وتاخد منه عينه وتم تجميده على الحاله هو مستنيني لحد ما طلع مين الجنين السليم ومين الجنين اللي فيه الطفرات. لان ده بيبقى بيحصل مع الحالات اللي مثلا خلفوا ولاد قبل كده عندهم مشاكل او كده، فبتعملوا ده في الجديد. بالظبط. بيتعمل بعد لو في اي مشاكل قبل كده بيتم التحليل ومعرفه السبب والطفره، وعلى هذا الاساس بيتم التعامل معاها في الدوره الثانيه. وحاجه ثانيه للتجميد ان هو فعلا في ظل الازمات الاقتصاديه اللي موجوده ربنا يعديها على خير، يعني هي مجرد في دوره واحده هي عملت اكتر من دوره. وبعدين عالميا دلوقتي ما عادوش بيحسبوا انا البريجنس ريت ايه او ايه نسبه الحمل، لا هو بيحسبوا النسبه التراكميه للحمل. هو الحمل بيتحسب عند الدوره الثانيه والثالثه مش الدوره الاولى. يعني يقول لك نسبه الحمل وليكن من 50 60% في الدوره الاولى
اب تو توصل 80% في الدوره الثانيه. توصل الدوره الثانيه ازاي؟ لما يتم تجميد. طب دي تكلفه زياده التجميد ده؟ ده التكلفه الاقل. ليه؟ لان انا اوريدي مفيش تنشيط ثاني، مفيش حقن ثاني، السيده فعلا مجرد بس بنفرد الموضوع على وقت اكبر. بالظبط. اجنتك اللي هي صالحه للتجميد هي موجوده في نفس الدرجه بتاعتها لحد سنه 2 3 10 20 مفيش فيها اي مشكله. واحيانا عشان ده سؤال بيتطرح كتير هو طب هو مع السن يا ترى الجنين بيكبر طب بيقل؟ طب هو اليوم الاولاني الساعه الاولى زي بعد 20 سنه وانس ان هو اتفك وانس ان هو البيئه المحيطه بيه زي ما هي بالظبط. هو جميل يا دكتور، ربنا يبارك لك. فكره كمان الام اللي بتبقى متوتره ومنهكه وبتبقى لسه مخلصه حقن مجهري وعايزه تدخل تلحق الثانيه عشان السن، فده هيعمل لها حاله بالزبط. الراحه بالزبط. وان هي مش مستعجله وانه لا اصل انا هفشل ثاني، لا اصل انا هي لسه حتى ما تعافتش من التعب الاولاني وتعب نفسي وبدني ونفسيا كمان في استقبالها حتى بعد ما بتزرع حتى الـ سواء فريش او مجمد احساسها ان هي عندها زي مخزون من الاجنه ده بيخليها نفسيا بيأثر جدا على نسبة الحمل. أنا الحقيقة استفدت جدا من الحلقة مع حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد الهلالي نائب رئيس مجلس إدارة ومدير معمل الأجنة بمركز رؤيا للخصوبة. نورتنا يا دكتور. شكرا ليكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.